الأستاذ عبد العزيز الشافعي، ومعاه برضو الأخوات هدى الغافري وأمان الحراسي، راح يعطيكم محاضرة عن الانضباط السلوكي إن شاء الله. هم من قسم الشؤون القانونية بالكلية، فنرحب فيهم وتفضلوا. بارك الله فيك. صباحكم، يعطيكم العافية يا رب. عندي سؤال، حد فيكم ما محترم؟ دائما أسأل هاي السؤال، مثلا عندي العام يعني. حد غير محترم؟ حد غير محترم؟ تسمعوني أنا؟ اللي واثق من نفسي يكلمني أنا، حمشتك. أنا عجبني اللي قال حشا علي فعلا. وهنا في كلية عمان الصحية عندنا يقين كامل أن كل واحد ممكن يجي من بيته هو محترم، هو منظم معي. ليش؟ لسبب واحد، لأن دائما إحنا في الكلية نعتبر أنكم تصفوا خريجين الثانوية العامة. بعد ما يحالف الحق في الطب يجي على كلية عمان. الثاني ها، هل عندك اعتراض على شيء؟ شوف استاذ مصطفى يضبط الامور. فبالتالي هي محاضرتنا ما معناتها ان احنا نقول غير منضبطين، لكن دائما نحب ننوه بهذه الاشياء، لان للاسف 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 فصليا يمر علينا حالات تتطلب منا اتخاذ قرارات باتخاذ عقوبات على اعتبار ان في لجنه اسمها لجنه المسائل القانونيه. في واحد من فروع اعتقد عندكم ولا فرع كان دائما يدونا واجبات واجبات، ما حد راح يسالنا عن حقوقنا. فبالتالي احنا اليوم جبنا كل القانونيين وموجودينكم كليا، بامكانكم تسالوا ما شئتم. متى ما كانت عندكم اسئله ممكن نستغني عن محاضرتنا المتعلقه بالانضباط السلوكي، ويمكن نشير منها مجرد اشاره. كيف شباب؟ واصل صوتك؟ راح يسأل سؤال أول هنا. طبعا اللي بيعطيكم محاضرة أمان، ما أنا بس أدردش معك. الشيخ علي سواقي، هل ممكن تخبرني عن من صف الأول للثاني عشر كيف كانت الرحلة؟ من صف الأول للابتدائي للثاني عشر. يعني التحدي كان زين، كان ممكن تترك الدراسة قبل من أول الثاني عشر؟ لا، لأن كان الوالد يقولنا ما في فائدة نطلع من الدراسة. زين، ركزوا على حركة أنتم، ما في فائدة. شفت قال لا، ما أخذ وقت لي أفكر. إيش رأيك أسألك أنت السؤال الثاني؟ أنت لو ايش رايك الحين اي سنه؟ اولى صح؟ الحين لو قيمت المرحله الماضيه من السنه الماضيه للسنه الخامسه، كيف راح تكون دراستك في الكليه؟ ممكن ما تسمع زين، هاي الصعوبه هل ممكن ترك الدراسه في كليه عمان للعلوم الصحيه؟ يكون التقييم لك؟ أنا بس أتكلم، ما بنفصل بصورة هذي أعصابي صح؟ إحنا ما حصلنا حد ينصحنا. تأسيسي هناك في الزاوية. زين، سؤالي إلك إن شاء الله بعد اليوم في سنة أولى، بعد أربع سنوات من الآن خلصت الكلية، اشتغلت إن شاء الله، هل بتكمل دراسة الماجستير؟ يمكن. ليش ما قلتي لا؟ مثلهم خلاص نروح الطرف الاخر هناك. خلصتي ان شاء الله؟ اوكي، انت سنه رابعه صح؟ ايوه، باقي لك سنه واشتغلتي وخلصتي الماجستير وراح. لو طرح لك الدكتوراه، كيف الدكتوراه؟ عندك فكره؟ ما اسمع. صعب.
صح؟ يبالي جهد. لا يعني بالدرسي ولا لا؟ لا. ايش اللي نستخلصه؟ شكرا. ايش اللي نستخلصه من هاي السؤال؟ شو؟ ما شيء اسمه مستحيل؟ لا اقصد شيء ثاني يعني. ها؟ ما شيء كل شيء سهل؟ لا في شيء اعمق من كذا. ما اسمعك. ما امكانيات، هنا الامكانيات وحده. لما سالنا عن هذا وحده صعوبات، الماجستير صعوبات، الدكتوراه صعوبات، شيء متفقين فيه. امكانيات، هل احنا نختلف عن بعضنا؟ هل ممكن نبدع او لا؟ ممكن؟ التحديات كلها هذا يمكن في محاضرة قادمة راح نتكلم عن كيف الإبداع في البيئة الجامعية، لكن اليوم موضوعنا الانضباط السلوكي. إيش الفكرة من سؤالي؟ أول لثاني عشر، من سنة أولى لسنة خامسة، الماجستير، الدكتوراه، مراحل. إيش الفرق بينهم؟ ماضي مستقبل. مستقبل معنى من أول لثاني عشر الأساسات اللي نبديها في البيت تحت. المرحلة الثانية هي التأسيس للوظيفة، هناك التأهيل لمراحل عليا. عشان ما أطول عليكم ونخلص هالمحاضرة، لأن إن شاء الله راح نخلص إن شاء الله الساعة 3 ولا قبل بشوي. إنزين. فاللي أقصده لما قلنا مسوك شيخ، يوم قلنا عبد المجيد راح تترك، قال لا. قال الأهل في البيت أبوي يقول لي إن ما حد يترك ما يلقى مستقبل. لما سألناها بتترك قالت لا. سألنا هناك قالت ممكن. لما سألنا هناك عن الحياة الدكتوراه قالت لا. اللي أقصد أنتم اليوم في آخر مرحلة يختاروها الناس حالكم، في آخر مرحلة راح تلام لو تركتها. الماجستير الدكتوراه قرارك أنت، قراركم أنتم تختارون. لكن اليوم أي واحد فيكم يطلع من مؤسسة أو كذا راح يعتبر في نظر الناس إيش؟ فاشل. راح الناس تنظر لك، لكن لو ما درست ماجستير حد بيقول لك فاشل؟ لو درست ما درست دكتوراه؟ فبالتالي هذه مرحلة ضروري ان احنا نحافظ عليها بكل ما فيها. ما معناته مثلا الانضباط؟ لا، احنا للامانة القواعد الانضباط اللي نتكلم عنها 1% ما نحصل. خمس حالات في كلية عمان، في سبع فروع ما في حاجة للمساعدة الطلابية. السنة الماضية 3 بس في كل الفروع يسوي. بس احنا قصدنا هوية. اخر شيء راح ارجع لكم شوي، راح نتكلم عن شوي بالحقائق، احضر لكم قصة جميلة عشان ما ضيع على امال المحاضرة، اخليها هي تكلمكم بطريقتها. واتمنى ان تكون اسئلتكم حاضرة. طبعا امال وهدى انضموا حديثا الى الكلية بهدف ان نوجد قنوات تواصل معكم دائما في اي وقت. راح نوجد قناة بإمكانكم الاستفسار بما يخص الوضع الأكاديمي، بما يخص الوضع حتى في حياتكم المجتمعية، حتى في المسائل الأخلاقية. راح نقدم لكم الرأي القانوني اللي يحفظ سرية كل واحد فيكم. أتمنى لكم محاضرة مميزة مع آمال، وانتظروني في الأخير عندي وايد أخبركم فيه.